أصبح سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمثابة الشرارة التي زادت من اشتعال الأجواء داخل البيت الأبيض، أجواء كان متوقع هدوءها عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون وتعيين البرتغالي فيريرا مديراً فنياً، إلا أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح بعد الخسارة مساء الجمعة من الوداد المغربي بهدف دون رد على استاد القاهرة. خسارة الزمالك وتوديعه إكلينيكياً لدوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي تسبب في غضب عارم بين جماهير الفارس الأبيض التي صبت غضبها على اللاعبين في الوقت الذي أجبرت فيه الخسارة مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة. وأعلن مجلس الإدارة عقب الخسارة أمام الوداد مباشرة عدم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري، وفي مقدمتهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أونجم، بالإضافة إلى طارق حامد وعمر السعيد والحارس محمد أبو جبل، علاوة على عرض التونسي سيف الدين الجزيري للبيع، وإيقاف مستحقات جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم، وتصعيد بعض العناصر المميزة من فريق الشباب والدفع بهم في بطولات الدوري. قرارات مجلس إدارة الزمالك وجدت صدى واسعاً بين الجماهير التي أيدت تلك القرارات، متمنية أنها تكون بداية تصحيح مسار الفريق وعودته إلى المنافسة على البطولات مرة أخرى. ولا شك أن الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي سيتعين خلالها على البرتغالي فيريرا تصعيد عناصر جديدة للفريق الأول في المراكز التي تعاني من نقص شديد بالتزامن مع المنافسة على درع الدوري. فهل ينجح البروفيسور المتسلح بثقة الجماهير في تنفيذ مهمته وإعادة الهدوء إلى القلعة البيضاء؟ أم تستمر الأزمات دون انتهاء؟